بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. ما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي على ما قسمنا القسم الثامن من هذا الكتاب المبارك. نعم. ከዚህ እስካሁን ባሳለፍነው ደርስ ደግሞ ከኪታቡ ተውሂድ በከፈልነው መሰረት ስምንቱን ፓርት አሳልፈናል። ስምንቱን ፓርት ሞልተን ጨርሰናል። نعم نبدا الان بالقسم التاسع وهو اطول قسم في الكتاب. ከዚህ በኋላ ዘጠነኛውን ፓርት እንጀምራለን። ይህ ዘጠነኛው ፓርት ኪታቡ ላይ ሰፊው ፓርት የሸፈነው ሰፊውን ቦታ የሸፈነው نعم ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشرك الأصغر لأنه خفي. نعم. بزيد السلام يا كتاب فاطلي مؤلف شرك الخفي بتملك كذا جاءت يادونا بمشن يتكسر. نعم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. الخفي قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. شرك الخفي شرك الأكبر بمشن شرك الأصغر بمشن. نعم. كذلك ذكر فيها المناهي اللفظية ألفاظ منهي عنها. وركز المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم على كفر النعمة. كفر النعمة نسأل الله سبحانه وتعالى نعمة نسأل يعني من مكان ما سأله بتأمل زلات كروان. لماذا؟ زلات كروب بتلمن النعمة. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في السنة هذا الباب باب كفر النعمة. شيخ الإسلام ابن تيمية الله سبحانه وتعالى قال لي النبي مدتني صلى الله عليه وسلم بحديثاته يهن كفر النعمة نعمة يا الله سبحانه وتعالى تسجع مكاد بذات بسفل سلطة سلطة. نعم. أي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك؟ من يوم نعمة الله سبحانه وتعالى يوالي النعمة يعني المكان، فهي ابتلاء اختبار وامتحان لك. من يوم نعمة الله سبحانه وتعالى يوالي النعمة فتنا أولادك الله سبحانه وتعالى بزي فتنا. هل تنجح أو لا؟ بزي فتنا سكيدا موني تعرف الله ونساتك تفتن بدان. كيف تنجح في هذا الابتلاء في هذا الاختبار؟ بزي فتنا تنجح والله أعلم بأمرين. والله أعلم بزيك بولتنا أمر قبل أن تأتي النعمة. نعمة أصدق أن تأتي بفتيا لنا النعمة. والثاني بعد أن تأتي النعمة. نعمة أصدق أن تأتي بفتيا لنا النعمة. قبل أن تأتي النعمة لابد أن تتعلق بالله لا بغيره. نعمة أصدق أن تأتي بفتيا ከአላህ ጋር ምንም እንድትተሳሰብ በአላህ ላይ ልትንጠለጠል ይገባል ከሌላ ጋር ሳይሆን። يمشي هذا في الطريق ለምሳሌ አንድ ሰው መንገድ ላይ ይላል ويرى متاع الدنيا የዱንያ ጸጋዎች ኒዕማዎች የተለያዩ ነገር ይመጣል من سيارات وقطارات وطائرات وفلل وعمائر የተለያዩ መኪናዎችን እንደዚሁም ደግሞ አውሮፕላኖችን ህንፃዎችን የተለያዩ ኒዕማዎችን ይመለከታል اكثر الناس يفكر في ماذا اذا راى متاع الدنيا አብዛኛው ሰው እነዚህ የዱንያ ጥቅማ ጥቅሞችን ነው የዱንያ ቁሳቁሶችን ኒዕማዎች ጸጋዎችን ሲያይ የሚያስበው ይላሉ። يقول يعني يفكر يقول لو يتعرف علي الوزير ይህንን ኒዕማ ጸጋ ይህንን አማካሪ ወይ ሚኒስትር የሆነ ሰው ቢያውቀው ይላል أو يتعرف علي الرئيس أكون صديق للرئيس مثلا ወይ ለምሳሌ መሪውን ባቅ ወይ ደግሞ ሚኒስቴሩን ባቅ أو للتاجر ወይ ደግሞ የሆነ ነጋዴን ባቅ لماذا لمن ما يميلوا حتى يعطيني من امواله كجنزه ودي سيتني صحيح اي اكثر الناس على هذا ابزانيو سو يمنو ميمنيو يفكر في ان يتعرف عليها او لا حتى يعطوه الاموال الكثيره الطائله ابزانيو سو مريوچن منسيروچن بالسلطاناتن ويدمو حطاموچن الناسون باوكونينا كالناسو يمن جنزه بسطني يميل نيانينو مياسبو الجنه تطلب من من جنتك ما عم يفلق من الله سبحانه وتعالى انه لا يقدر على اعطاء الجنه احد الا الله سبحانه وتعالى جنتك الله بس كمان ما كان يسد اي كلمه
طيب الرزق اطلب من الوزير من التاجر من العالم تعالي الله سبحانه وتعالى جنة كسر من لما كسر من كجنة السبوة نبستو እንዴት ነው ታዲያ ነዚህካችንም ካከየ መሪ ወይ ደግሞ ከሚኒስቴር ወይ ደግሞ ማለስልጣን ከነዚህ አይነት ቋጣም ከነሱ ነው ወይ ምንፈልገው اذا هذا رسوب في الاختبار الاول የሱቅ ላይ ወይ ደግሞ በየቦታ ላይ ምን ማጸድ ያለበት ቦታ ላይ መንገላሰት እምታገኝ የመጀመሪያ ፈተና ነው في التعلق بغير الله ካላህ ውጭ ባላህ ካለ ጋር በዚያ ጋር በመንተር لا يمكن ان تتعلق وتطلب الرزق الا من الرزاق سبحانه وتعالى رزقك ከአላህ ስብሐ ወተዓላ አላዚ ከሆነ ጌታ ከአላህ ስብሐ ወተዓላ እንጂ ከማንም ማንም ላይ በመንጠላጠል ከማንም መፈለግ የለበትም فهذا الذي تسمع وتقرا في بعض الجرائد او المجلات او الاخبار ماذا صنع لنا الحكام ماذا صنع لنا العرب ماذا صنعت لنا العروبه ماذا صنع لنا اهل افريقيا مثلا የምንሰማው ያሉ በሬዲዮ በቴሌቪዥን በጋዜጣ በመጽሔቶች ላይ የምናነበው ነገር መሪዎች ምን ሰሩልን ባለስልጣናት ምን አደረጉልን አረቦች ምን ሰሩልን እንደዚህ የተባለ ሀታ አፍሪካ ማገላኝ ነው አፍሪካ መሪዎቻችን ምን አደረጉልን እንደዚህ ምን እንተቀሙ እየተባለ ምን ሰማው ነገር በሙሉ ይላል هذا تعلق بغير الله ካላህ ውጭ ባላ ካል ጋር ምን ተላጠ ነው لا تتعلق الا بالله ባላህ ለማንም ከማንም ጋር ተላጠል ከማንም አትከጅል ከማንም አትፈል جاءت النعمه ኒማ ጸጋው ደግሞ መጣ جاء الرزق ماذا تصنع الاختبار الثاني الان لا بد ان تشكر النعم بالقلب اقرار واعتراف ان كل ما بك من نعمه فهي من الله ካላህ ስብሐ ወተዓላ እንደሆነ ልታምን ልትቀበል ይገባል ብልሳን ባንደበት መንደዙ هذا من فضل ربي የከጌታ የቆነ ጸጋ ከሱ ጭሮታ ነው ብለለትን ልትመሰክር ይገባል بالجوارح ባካለ መንደዙ ان تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى نعمه المال ينفق في طاعه الله نعمه النظر انظر فيما اباح الله يمني الله سبحانه وتعالى يسطه النعمه الله سبحانه وتعالى بمي فودونا لمي فلقوا نجر يعني بموال لله اللي تامسكين يقبال الله سبحانه وتعالى جنزب عبتي ستان لون يعني ستان جنزب عصال لفيفاق لتالي مست يقبال لتلقس يقبال لنا الله سبحانه وتعالى عين ستا ينن عينن الله سبحانه وتعالى ميودون الله مي فلق بالنجر ترون نجم لتايبات يقبال ضد هذا كفر النعمة يزيد تكاراني النعمة نعمة مسجد تكاراني يعني النعمة ما كان مصر يعتقد أن النعمة هي بجد واجتهاد يقول أنا أخذت هذا المال بقوتي بجدي باجتهادي بتجارتي أنا أعرف كيف تأتي الملايين يكفر النعمة يمنيونه سويه يعني يجب أن يسأل الله سبحانه وتعالى يسأل والي النعمة ين اني ما صدى يا جنيوت براسي لفاطرت دكمي لتفي لا فتي يا جنيوت نو بلا يا جنيوت نو بمالك يعني يا الله سبحانه وتعالى نعمه يكدال يا سبب بلال انا بدم صلاه سلام بدم يتكانكو سلونه بلا سلوقي بتلوتاي بكلوت يا جنيوت نو بلو مالك نو يقول نحن عائله اغنياء انيا حتى نون بيسبوچ نن اباي واجدادي ورثوا لي هذه الاموال አባት አያቶች ከጥንት ካያት ካባቶች ይያለሱ ሲወርድ የመጣው ነው ይላል على علم من الله اني له اهل يقول نحن اهل للغنى والله سبحانه وتعالى يعرف هذا ولهذا اعطانا الاموال ولم يعطي هؤلاء نسال عافا السلام هذا كفر للنعمه ان يعلمنا الله سبحانه وتعالى حت صدقني ما نسطن ان لذياني ما صدق يتجبان مناچلن الله سبحانه وتعالى سلاوقه نو ለዚያኔ ሰጠንልና ሌሎችን አላህ ስብሐ ወተዓላ ያነፈጋቸው ለነሱ ተገቢ ስለሆነ ከነሱ ለይቶ እኛን የሰጠብን የሰጠን ምክንያት እኛ ለዚያ ተገቢ ስለሆነ አላህ ስላወቀ ነው ብሎ ማለት ይሄ ኒዕማን ጸጋን መካድ ማሳበል ነው حتى بعض الناس يقول عن بعض التجار يقول هذا التاجر يعرف كيفية التجارة لا يقول هذا بفضل الله حتى نجديت من يلاقوا يهاطان የልብ እንትን ያቃል የልብ ልምድ አለው በደም ችሎታ አለው ለዚህ ነው አታም የሆነው ይላሉ የአላህ ስብሐ ወተዓላ ኒዕማ ያን ይክዳሉ ليس الاشكال في حال الضراء لان الغالب ان الناس في حال الضراء يلتجئوا الى الله سبحانه وتعالى اشكال ችግር የሚፈጥሩ በአብዛኛው ችግር ያለው በችግር በመከራ ጊዜ አይደለም አሉ
በአብዛኛው በችግር በመከራ ጊዜ አብዛኛው ሰው ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይመለሳል ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይተናነሳል الاشكال كل الاشكال في حال السراء حال النعم بتلقوا اشكال يالو بدستا غيزي نو بصدا غيزي بمچو بدنوت غيزي نو طيب بعض الناس يقول اين النعم انا لسوت نعمات الله فيت على نعمات الله صدا لي يطلع ونحن في هذا الفقر مثلا انيا مزيد ينت لا يايا يال نعمات صدا تلالاتو ني لي يطلع اعوذ بالله نعوذ بالله من الذي يعني تملكاتك بالله سبحانه وتعالى هذا كفر للنعمه يا الله سبحانه وتعالى ما صدقنا اعتراض على القضاء والقدر يعني يا الله سبحانه وتعالى قدرنا قدرنا يتمتعوا يعني اعتراض ما لدنا لابد ان تنظر في الدنيا الى من هو دونك دنيا كانت تتاخذ علينا ما يتلبى الى يعني انت الان تبصر لابد ان تنظر الى الاعمى حتى تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه አንተ አሁን ለምሳሌ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይን ሰጥቷል ትመለከታለህ ይሄንን ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጸጋ ለማወቅ ካንተ በታች ያለውን አይን ማየት የተሳነውን ሰው አይን የሌለውን ሰው ያንን ነው ማየት ያለብህ ያን አይተህ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነማ ልታመሰግን ይገባል አንነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወልደ የቲማን የቲም ሆኖ ነው የተወለደ ثم ماتت الام بعد الولاده ነብዩ ከተወለዱ በኋላ እናታቸው ሞተች كان في كفاله جدي بآياتاتهم كبكاريسهم ثم مات الجد آياتاتهم موت وكان في كفالة عمه بآياتاتهم تبقى بساتهم كلا لاسهم مات العم آياتاتهم موت ماتت الزوجة الحنون خديجة رضي الله عنها مستاتهم بتعمل يودوات مستاتهم خديجة موت مات جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم نجوك باتك علي النبي بيوتاتشو يالو نيموتو فاطمة بكا ستكرم حاصروا ثلاث سنين في مكة النبي صلى الله عليه وسلم سوس تعمتات تعقتوا قوي أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقلوا أشو فلقوا نبي الأمة يختبئ في غار النبي صلى الله عليه وسلم يزي أمة نبي يوم تششتوا قتل عدو جاتشو واشاو سنبقوا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لقلوا أشو فلقوا وضعوا له السم في طعامه مغباچو ላይ መዛረገው መዛወል ሸሐሩ ሰንሰድግም ሰቡባቸው حتى الصبيان آذوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصانا ሳይቀሩ النبي صلى الله عليه وسلم አዛረጓቸው በድንጋይ ይመታቸው ነበር هل معنى هذا ان الله لا يحبه ይሄ ማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩን አይወዳቸው ማለት ነው هل تسخط النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم እንዲህ አይነት ሙሲባ ለምን ደረሰብኝ ብለው النبي صلى الله عليه وسلم ይሄን ያላህን ሳኔ ያላህን ቀደር ተጣልተው ተቆጥተዋል ተናገሩ لا بل كان كل الخير في هذا الذي اصاب النبي صلى الله عليه وسلم بل انه النبي صلى الله عليه وسلم خير تبار النبي بمولو النبي صلى الله عليه وسلم بجتماچو بزي نغير لا ينبر ولا سوف يعطيك ربك فترضى الله سبحانه وتعالى ودفيت جيتا الله سبحانه وتعالى يسدحل توداله مالك المشكله كل المشكله في اننا نظن ان هذه الدنيا دار جزاء اي تلقوا الشكال يعني تلقوا شجر يعني እኛ ይህንን ዱንያን የምንዳ አገር አድርገን ያንናስብ መገመታችን وهي دار ابتلاء دار امتحان دار اختبار تنجح او لا ይህ ዱንያ የምንዳ አገር ሳይሆን የመፈተኛ አገር የመፈተኛ አገር ነው በዚህ በዱንያ ላይ እንፈተናለን ነጃ እንወጣለን ወይስ አንወጣም የሚለው ያኔ በዚህ በዱንያ ላይ ነው የሚታየው ተፈትነን ውጤቱን ባኺራ ነው የምንወስደው شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بن وسد الى سجنوه ظلما وهو شيخ اسلام شيخ الاسلام اثرت بس شيخ الاسلام كما هو قال ماذا صنع من انا ادرك اعترض على القضاء والقدر يا الله سبحانه وتعالى وسالينا يا الله انت قال وقال انا شيخ اسلام كيف اسجن انا شيخ الاسلام وني اللي تتاثر له على من السجن اراد ان يكتب رساله لامه اذا سربيت هو لمن لناتاتشو دبدابي مصاف له لو انت شيخ اسلام انت شيخ الاسلام بتون واردت ان تكتب رساله لامك من السجن سربيت هو لنات دبدابي مصاف بتفلق الى ايش تقول من نوم متلو تقول هؤلاء الظلمه كذا كذا صحيح አንተ መተለው ያው እነዚህ በዳይ ሆኖ እነዚህ ግፈኞች እንያልክ ነው መጽሐፉ كتب في الرساله بعد البسمله والحمد لله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الاسلام من دبدابيو ላይ ጻፉት اللهم تامسገሩ በነብዩ ላይ ሰላም በነብዩ ላይ ሰላዋት ካወረዱ በኋላ قال اما بعد كذي وبكتلام فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمه بعد الاخرى نعم يقول نحن في نعم شيخ الاسلام شيخ الاسلام تيميه عزاو صدر بيت لا هو بزعمو دبيابيا تشولا
አላህን ካመሰገኑ በነብዩ ላይ ሰለዋት ካወረዱ በኋላ ከዚህ በመከተል ብለው እኛ እዚህ የበኒ ማጸጋ ላይ ጸጋ ከመጨማመር አልተወገንም ወቀት ስብሐነሁ ተዓላ ከጸጋ ላይ ጸጋ ያከታተለብን ነው ወቀት فتح الله علينا بفتوحات يعني في السجن اكثر مؤلفات شيخ الاسلام كانت في السجن يقول هذه فتوحات ربانيه شيخ الاسلام تيمي الله سبحانه وتعالى በጣም ብዙ ሆኖ ፍትሃቶችን ድሎችን አጎናጽፎናል ይላሉ። አብዛኛው ድርሳኖቻቸው ይጻፋቸው እስር ቤት ሆነ ይጻፋቸው ጽሁፎች ናቸው ይላሉ። ولولا ما تعلم ما نحن فيه ان يعلمتن ويتا ما بتاني بايوني نورو يعني نحن في خير وازدياد الان ان يا بخيرنا بخير يجمرن يت በጣም ትልቅ ሆነ خير ለነሰ لا اتينا اليك ولو على الطير ወዳጅ መጣ ነበር ወልበ باوافن بيون وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير لا تنشوم لا تلقوم القربم لهنا لوقم لهنا كلهم سلام تعبرشلين هذا يقول وهو في السجن يمن اللي بتسال يسر بيتونه اذا خرج ايش يقول سيوتو من اللي لونه اسر بيتونه دي نعمه لا يصدق يا جنبلو ميلو كونه سيفتو سيوتو من اللي لونه قال هو رحمه الله شيخ الاسلام من الى الله يهن الله تونا المسجون من سجن عن ربه هذا المسجون اما مثل شيخ الاسلام هذا ليس بمسجون المسجون الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يرضى بالقضاء والقدر اسرنيا بنو مالك كجيتاو كالله سبحانه وتعالى املكو يتاسر الله سبحانه وتعالى يما يقنو اندي ايتو نسرنيا بلا يلالو يا الله سبحانه وتعالى قدامنا قدر يمياكسو ايتا بيتاسر نسرنيا لا مسرنيا مالك كالله سبحانه وتعالى قدامنا قدر يما يما يتقبل انديو كالله سبحانه وتعالى املكو يتاسر الله لما يملك سو نو الله لما يكسو نو بعض الناس يظن انه ناقص الحظ يقول حظي هذا ليس حظي المفروض انا اكون رئيس اثيوبيا عند الناس انك اتاو اندال هنا اتاو تظن اندال هنا اسمون ينبربت يا جيتو مري مو نبربني لمثال ان اثيوبيا مري مو نبربني بلو لي اسم يطلع ويقول لي كذا وكذا وكذا اني يعني ان النجد ينورني يجبال بتام عبتم سلطانم اندزي عين النجد لينورني يجبال اندي اهون يالوت نجد اني تغبي ايدلم بلو ياسبال يعني لم يرضى بقضاء الله وقدره الله سبحانه وتعالى بقدر الله نجد يعني ناودم يعني ودو ايكبل يسيء الظن في ربه بقيت اولاي مدفو نجد ياسبال هذا لا يسلم منه الا القليل እንዲህ አይነቱን አመለካከት አብዛኛው ሰው ከእንደዚህ አይነት ነገር ነፃ አይሆንም ይላሉ። ጥቂት ሰው ካልሆነ በስተቀር حتى هو يسيء الظن حتى مع ما يختص بغيره يعني يقول لماذا الجو الان في هذه الايام ياتي احيانا حر واحيانا برد حتى عندي كراسو بتعلمه كراسو وجه بونه ነገር ላይ እንኳን መጥፎ ነገር ያስባል መጥፎ ነገር ያስባል ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ለምን ዛሬ ለምን አየሩ እንደዚህ ሆነ ለምን እንደዚህ ሆነ አልነበረበትም ይላል ያንን መጥፎ ነገር የሚያስበው ይላል አው ማ يختص بغيره يقول لماذا فلان فقير ለምን ለምሳሌ በሌላ ሰው ሌላውን በተመለከተ ለምን እከሌ ደሃ ሆነ ይላል ولماذا هذا وزير ለምን ይሄ ሚኒስቴር ሆነ ይላል መሆን አይገባውም لا يسلم من هذا الا من ከእንደዚህ አይነቱ ሰው አብዛኛው ሰው ሰላም አይደለም ነፃ አይደለም አሉ الا من عرف الله الله سبحانه وتعالى ያወቀ ሰው ካለ باسماء وصفاته يا الله سبحانه وتعالى ስሞችና ባህሪያቶችን በደንብ ጠንቅቆ ያወቀ ሰው ካለ ነው وامن ان الله سبحانه وتعالى عليم الله سبحانه وتعالى አዋቂ መሆኑን ያወቀ ያለ حكيم حكيم بالنسبه للعالم كله حكمه يتلبس لا بد ان يثبت لله الاسماء والصفات لا الله سبحانه وتعالى سموچنا باهرياتچن يكد ما اسمت يمياسب سو كارونا بس يحسن الظن بربه بقيت اولاي طول نجر طول نجر يمياسب طول يميجمس يكن كار يسيء الظن بمن بما انه مدفو نجر ما اسر يالبت بنفسه براسه انه مدفو ما اسر لا بد ان تسيء الظن بنفسك راسه بتملكته براسه لا مدفو نجر ما اسر يالبت من يقول هذا يمن الميلو ما ابن القيم رحمه الله يمن القيم ناتو الميلو يقول وظن بنفسك السوء براس لا نفسن بتملكته بمدف لا مدفو نجر اسري وظن بنفسك السوء تجدها كذاك يعني تمشي على الصراط المستقيم اذا ظننت بها السوء بنفس لا مدفو نجر متاسف كونه نفسي جاي بتام من انجلني عليك اندي لي بلا مدفو نجر متاسف كونه قطتنياو منجت تغوازاله من النجر تصا وخيرها كالمستحيل يقول نفسك ليس فيها خير خير نفسي منم خير الا المستحيل دون يعلو يلم وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل
وقل يا نفس مأوى كل سوء. نفسي هوي أنت نفسي هوي نانت يا هلو مدفونة قال هلو مدفونة يا مدفونة يا نشبلو يبالي نابا نزيبالك ويقمتات. أترجو الخير من ميت بخيلي؟ هل ترجو خير من إنسان ميت وهو بخيل أيضا؟ لا. خير النقر كبخيل كوان نفوك كوان أسو يعوم يعني نفوك يون أسو أموتون وباموت هبتوني تالي خير النقر كسو تفلق على هوي سو أيو بيوت يالا بخيل نو نفوك نو خير كسو هيك جل بس يالا يبو ميت نو كسو خير تكجل على هوي. وكل ما بها بالنفس من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وطلب علم ومحافظة على الصلوات قال فتلك مواهب الرب الجليل. نفس لا يعلى نجر بمولو نفس يعلى تقو نجر بيرتوى على مولو يا الله فراجع علم ممار الله سبحانه وتعالى متعزز إن الدنيا مساسة خير نجر بمولو كجيتا كالله سبحانه وتعالى ستو ستو تعوج نجوا مبنية على الظلم النفس. نفس الظلم لا يتجنب إنه كان ظلوما جهولا يا نفس إنه كان الله سبحانه وتعالى إنه كان ظلوما جهولا دارو نفس الظلم لا يتجنب باتوا الآن ألا تقول ولا تدعو تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء متعلق بالبسات قتال الله سبحانه وتعالى ستلم أني كذالي موجنني يالك الله سبحانه وتعالى كأنت بستكر عاملك إلم يالك تلمني إلم وين البعض لم يخطر له يوما من الأيام أنه ظالم عندنا نسو أن الجلاش عندهم كان عصبو تاعك بس ظالمون أنه مسيء أني مدفو سليني أني بدأيني أن الجلاش بوستو لايقوا ولك بقلوبة معك وقع في النفاق نفك النفس والقوان لابد أن تسيء الظن بنفسك لا تحسن بها الظن بنفس بتملكته براس نفسي علي تظن نجر ما السبيل لب ما تظن ما تطري لب نفسه نفس مدفون وما تطري لب ما تظن ما جمد يلب تحسن الظن في ربك بقيت على الله سبحانه وتعالى لأن تظن جمد تظن زن اللي نور اللي جبر تؤمن بالقضاء والقدر قدرنا قدر اللي تامن الجبر القضاء والقدر له مراتب أربع درجات قدرنا قدر أراتب كانوا تشالوت الدرجة الأولى العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء يا مجمل يا مجمل جاهل منهم الله سبحانه وتعالى هم من الذين يعلمون للتاوكن وللتامن الثاني المرتبة الثانية الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة ولتن يوم مرتبة ولتن يوم الكلم يكادرنا كذلك ولتن يوم مرتبة الله سبحانه وتعالى ما من يوم نجر اسكيه والقيامة درسي مكسطة ونجر بمول الله سبحانه وتعالى كلم أنبي صفازل وعزوت يتعافه مونونا يتعافه مونون لتامنه لتكبرنه المرتبة الثالثة المشيئة يعني أننا الآن بإذن الله بعد الصلاة نريد نصلي العشاء بعد الدرس شاء الله نصلي صلينا شاء الله أننا لا نصلي والله لا يمكن أن نصلي يسوع سنيوكن مشيئة يا الله سبحانه وتعالى مشيئة الله سبحانه وتعالى في اللاهوت الله سبحانه وتعالى ما من يوم من نجر أمي كسر يمني يوم نجر بقول الله سبحانه وتعالى شهود يمني كسر ما هو من النام اللي جاب المان يلا مثال يوم درس لنا أن يك إشوا ك تتصنع كدرس ولا يشان سلام لمسك الفن لجنا فن لجنا نجر جنا الله سبحانه وتعالى شهود كون سجد الله سبحانه وتعالى كان شاغل يا الله سبحانه وتعالى مشي أفضل قد كان لبدر لنسى جدا عن كلمة المرتبة الرابعة الخلق وهي أن العبد مخلوق وأعماله مخلوقة كذلك. أعطني يوم مرتبة مرتبة الخلق إنه يمسك يدي مرتبة درجة كنه. يهم الله سبحانه وتعالى ما من يوم النجر يفتر ومهون للنام إنه. فطر عم بقوله فطر وشناتشو الناس يوم بيمو ينسوا السلام من دجو فطر ولا الله سبحانه وتعالى بلا للنام يقبالنا. ماذا تصنع؟ من النوم السلام. تؤمن بهذه المراتب الأربعة. الناس يعطي إيمان كذا ما كذا كنه كل التامن يقبال. تحسن الظن في الله. بالله سبحانه وتعالى تقولون اللي تحسب تقول ان الله اختارني بان اكون من اهل الجنه اسال الله من فضلي لي ولكم الله سبحانه وتعالى ان يجنه كجنه سوت اللون مرتون يالبل بالله سبحانه وتعالى لا تقول جمت جمت تسلك طريق اهل الجنه ولا تسلك طريق اهل النار يجنه سوت من جت غواز الله يجنه سوت من جرات غواز تدعو الله سبحانه وتعالى تلمنوا على ما صنعنا تعمل صلاة صلاة لي الله سبحانه وتعالى جل جلاله يسجد بالي لهم صلاة صلاة مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لا تروق قمة تروق تروق دعك تصفى كما رجع بعض الناس نسأل الله عافية السلامة يشرب الخمر عندنا بسويت
الله سبحانه وتعالى كان الذي يعلم نجم نسأل لنا الله يتبكنا خامر تطال يأكل القات جاتي كمان تقول له اتق الله كيف تصنع هذا الله أنفر عميت اندي يعلم نجم سرال لتلوان يقول له شاء الله ما صنعت هذا من الهل الله سبحانه وتعالى بشانه الله فلقوت نونجي مكامين الله بشانه ينن ونجل بالفسم كنا بري إنما يشرب الخمر يقول بقضاء الله السوق أمر المجتة والله سبحانه وتعالى قضانه إلى يقول أمر كتب الله عليه الله كتبه بنا إلى ماذا تصنع مع هذا كان نزيه السوق من نوم التالقون تضربه حتى يغمى عليه عندي أن تنسوا تدبل وتمتوا على الله رأسه نسكي سدرس فإذا أفاق من الإغماء كذاب منك أبسط وقال لماذا تضرب لا من تمتاني على سيدك تقول قدر الله أن أضربك ماذا أصنع الله سبحانه وتعالى أدبوت من دمتا من لا أدبك تلوالا تلومني على شيء كتبه الله الله سبحانه وتعالى بصعف بوسن ومساني من متوك سيد الله كتب الله أن أضربك الله سبحانه وتعالى كتبوت من الله سبحانه وتعالى وسن وطالب اقتنع كعمنا يعني كتب تتركه تتوالا وإلا أضرب الثاني حتى أغمى عليه ولد على عونم كلام من النبزي ما يركع ما يكبلكون دقام إننا نولتني هذا استمتوالا لا تضرب أحد نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم لماذا يختار طريق الشقاء ولا يختار طريق السعادة سارق سارق رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما سرقوا تيازنا عمر بن الخطاب زند كذب لا فرد كذب فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده شرع عمر بن الخطاب جندي قوة عزيزة يشرع فاعترض هذا السارق على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يزليبا يتسرق يتسرق ويتعز ليبا أندي تجندي قوة توسن دي قوة توسن بني الله بلو عمر لا يتقاوم ما سارك قال يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين هو يعني إنما سرقت بقضاء الله أنيكوا يسرقون الله سبحانه وتعالى فضل بي الله وسنه بالله وسنينه أتلومني على شيء كتب الله علي الله سبحانه وتعالى وسنه وسنينه لين متوك سيم التعوق زينه قال له عمر عمر مناره ونحن كتب الله أن نقطع يدك ماذا نصنع إنما الله سبحانه وتعالى جن النقود والله سبحانه وتعالى وسنه وتنه أتلومني على شيء كتبه الله الله سبحانه وتعالى وسنه وسنينه لين متوك سنا على عمر أجاب عمر بنفس هذه الحجة ومن لك الصبع من تأو من رجع براسه من سبته لماذا تختار طريق الشقاء لمن يتم من قد تفلق عليه لماذا تشرب الخمر لم خمر تتعلى لماذا تصنع صنع أهل الكفر والضلال يا كافي زوجين يتم سوتشين تقبع لمن تفسمع لماذا لا تسلك طريق السعادة لمن يتم من قد تفلق من قد لم نعتبر لماذا في الدنيا تختار أعلى المراتب دنيا لمن يبلع النتيجة لا يلمون تلك تضو درجة لمن تفلق عنه وفي الآخرة تختار أدنى المراتب بآخرة مدين يبتها تزكي ثانية درجة لمن تفلق عنه هذا لا يعرف الإيمان بالقضاء والقدر عندي أن تسو إيمان بالقضاء والقدر نهاكم بعض الناس يسب الريح عندنا تسو نفاس يسرب لماذا لمن لو نفاس لأن خربت الديار لم كريادهم بيتون عقوش شباب بيتون عبلاش لا المسلم لا يسب لا هيك الذي يعني الذي يعني المسلم يونسهم نفاسنا يسرهم السب والشتم واللعن هذا ليس حال أهل الإسلام مسادة مراجم الذي مساس البحر يا مسلم يا مسلم وتباري على اللما من الذي يسب مسادة ومانا اخرج إلى هنا في الخارج ودوج وتابل إلى وخذ مثلا 1000 بر لا مسالي عبد الشيبري زيدا وقل لأي واحد يمشي في الشارع خذ 1000 بر وأريدك تسب ساعة كاملة. عند شيء بدي زود عنا من قال لك عند سو من قال لي 1000 سو عند ساعة مولو كومنت صادر بذكر فلان وبلا بلا. يجتمع عليك 1,000,000 إنسان ممكن. 1,000,000 سو اللي سب السب اللي يشلاه. يقول نحن نأخذ هذا نسب 10 ساعات. 10 ساعة سرنا مشكلين لو بدون نص دالة. لكن خذ 1,000 بر. نعم عن بشيء بدو سادي زيدنا واخرج به إذا هو تعالى ينبر إلى من يتكلم بالكتاب والسنة ساعة وعشر ساعات بقرآن الناديس قرآن الناديس يا زوجون بقرآن الناديس من مريع يمي الناديس وعصر ساعات مولو ميوران سوية يعني من يوم بريزه اسكي بلو تجد يعني تساعد بلو تاقين يلا ممكن لا تجد إلا من رحم الله ممكن لا تاقين تشلع الله سبحانه وتعالى يزن لك المسلم لا يسب الله المسلم يونس أي صدق لا يلعن أي راجل لا يتسخط
በሰው ላይ አይሳለቅም الريح لها دعاء خاص اذا نفاس من نفس الدسات يميبالوا على خاص يونه راسه نيكار لا يسب الدهر لا يسب الزمن مسلم يونسو زمن غزين هيسدب عندنا من يسب الزهم يسب الايام يلعن الايام الليالي كاننا ليتن قناتوچن يميسدب سوال لالو كني حتى يقول لزوجته ميسون ميلا اسود يوم في حياتي يوم التقينا انا وانت ميسون بميسو غاسيتالا عنده كالهت كيوتي كيوتي بيوتي يمتيرش عمد فوق الطقوط كان مد فوق كان بلو مالك كانتي جاي تجنن هذا اليوم اسود يا كان متام يتوكر يوتي يتوكر بكر ميلا لا يوجد عندنا نسبه الحوادث للزمن بنيا مسلمنا كستوچن ود زمن ولا غزي ما سكر يله مارس لماذا تسب الايام الليالي الدهر لمن انه ليله كاني قانون قناتوچن مسدوا غزي مسدوا زمن مسدوا اخطر ما يكون ايه بتام ادغنيا نغير نور من يستهزئ بالرب سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يمي يلادد سوا من يسب الرب جيتان الله سبحانه وتعالى يمي يسدد سوا بتام ادغنيا يسب السب الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام نبياتكم ملتنيوكم يميسادب سي بتام كبال وانجيلنيا سو يسب الدين ديننا يميسادب هذا اعظم الكفر ايه ككفروش ككهدتوش كله بتام يكبل يكفوا كهدتنا هذا مثل ابو جهل او ابو لهب عند زينته سو لك اندنا ابو جهل اندنا ابو لهب عينته نو بعض الناس يقول انا لا ادري ان سب الرب كفر انا مسو جيتان الله سبحانه وتعالى مسادب كفر مهونو كدت مهونو نعراقل إذا لا تدري هذا ماذا تدري من الدين أصلا ينن ما تاكونا كدينو منن ما تاكو كما سبتوا منن ما تاكونا قليل لما لماذا لا تسب الرئيس لمنن ومذي ما سبت قال أنا إذا غضبت سب الرب أسب الدين أنا سنال دينو نسادب عنه جيتان الله سبحانه وتعالى نسادب عنه طيب عندما تغضب تسب والدك ستنال الأبات نسادب عنه تقطع نقودك جنزب انت تكت بتتصل لسبب لا يقول لا استطيع هنا لا تدقمين ما اشل لكن سب الرب لا اشكال فيه عند هؤلاء نجدن الذين يسوج بالنسو زين جيتان الله مسادب من شكر لهم وبعض الناس يدافع عن من يسب الرب يقول هذا ليس بكفر عندنا بسو دفاع ميالك للنزي ميكلاكل سوى الله يقول سب الرب ليس بكفر جيتان الله سبحانه وتعالى مسادب كفر عين الله ميلا سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكفر نبي صلى الله عليه وسلم مسادب كفر عين الله ميلا نحن لا نسب آلهة الكفار في حضور الكفر حتى لا يسب الرب سبحانه وتعالى أن يابا سلمنا بشريات ليلة يكالي علينا عمالك وشكوان عن سادب مالو لمن دون ما سادبه أن سوى الله سبحانه وتعالى بأسفه وان لا يسادبه من العجب انك لا تسمع احد من اليهود والنصارى من يسب عيسى وموسى عليهم الصلاه والسلام والله نجد بالطعم يجرمال ككاذبين ككاذبين ايهودم ولا نصارى بنسون عندما كان عيسى وموسى لم يسدوا اتاغيهم لكن تجد من يدعي الاسلام من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الدين الاسلام ويقول انه مسلم نجد مسلم لا يكمل اكل صوب المسلم يكملوا سو الله نبيون يمسدب تاغينياله نبيون يمسدب الله يمسدب الله تنادلكو يونه مكنيات يابد الله يمسدب نبياتكن يمسدب دينون يمسدب سو تاغينياله حتى يرسل لك رسائل فيها سب الرب ويقول اسمع الى سب الرب حتى مسيج ملت لك الله الله سبحانه وتعالى انجيت على المسادب يالبه سدب يالبه يعني مسدب سمع بلو مسيج لك الله الذي يسمع السب او الاستهزاء ويرسل هذه الرسائل حكم وحكم الساب المستهزئ يين نسدد يميسادبهم سو يين نسدد يميلكهم سو يعني يميسمعهم سو حكماتهم كله بالله سبحانه وتعالى يميالاجد يميكفر الله يميسادب سو حكمنا مين وراك وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم الذي يسمع السب والاستهزاء اما ينكر او يخرج ينصرف بقي او ارسل رساله او اخذ ينصت يستمع حكم وحكم السب المستهزئ لا تشرح على افصل بس ينن بتملكته الله سبحانه وتعالى انا اعوذ لنا الى بالله سبحانه وتعالى لا يسكفر الله سبحانه وتعالى سيعلاجه ينن بميلو بسات اندين النجر بمينور بسات اندن نوطانو الله سبحانه وتعالى عززنا كچان ينن النجر مقاوم ما كمقاوم عللبن كالچان كبوتاو تتن منسات مين يالبن انجي
ቁጭ ብለን መስማትም የለብንም ያንን ነገር እንደገና ለሌላም ሰው ደግሞ ማሰማት የለብንም አሉ። ይህን እኛ የታዘዝነው ከቻልን መቃወም ካልቻልን ለቀም ሄዶ ነው ሳለ እንደገና ለሌላ ሰው እንዲሰማ ለሌላ ሰው ማስተላለፍ የለብንም ይላል። وبعض الناس يقول الذي يسب الرب عندنا سو جيتان لما الله لما يسدب سو يلال يقول كيف قلبك لبه اللي قال مطمئن بالايمان لبه مطمئن باليوم بايمان لا يتردد ولا مش شكل لبني قال سب الرب لا اشكال عندك انت الذي كون سب شكر له مش كار لبني. طيب لو سب والدك هذا يسو عباس اللي بيسدب سا تقول له كيف قلبك او تضربه اعظم الكفر ككفر سب الرب በከፍሮች ሁሉ በጣም የከፋው ከፍተኛው ክፍር ብሎ ማለት ጌታን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መሰለ ما بقي ان تلعب وتسخر وتستهزئ الا بالقران والسنه ከሌላ ምንም ነገር አልቀረህም ወንትጫውትበት መተሳለቅበት ቁርአንና ሐዲስ ካልሆነ በስተቀር የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ መመሪያ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር አጣለህ በሪን ምታላገ هل انزل الله سبحانه وتعالى علينا القران حتى نجعله نكت وتضحك وترسل به رسائل للسخريه والاستهزاء الله سبحانه وتعالى قرانا يا ورده اينا እንደነሳለቅበት እንሰረስ እንደነጫውት እንደነቀለልበት እንደቀል መቃለጃ መሳለቂያ መጫወቻ አድርገን በማከላችን እንደነቀባበለው ነው እንዴ ويقول بعض القصص يعني ماذا هذا يمسك هذا يقول خذوه فقل له كيف تقول هذا الكلام بهذا الشكل لمثال يلالو عنا نسو አንዱ አንዱን ይዘና ይወስዳል በአንዱ አንዱን በሚይዝበት አንዱ መይላል ኹዙሁ ፈቁሉ ያለ ቁርአን አንቀጾችን እየቀባ ይሳለቃል። ይህ ቁርአን ማላገጭ ነው። ቁርአን እንደዚህ ማላገጫ መጫወቻ ማሾፊያ ለዚህ ነው እንደ ቁርአን የወረደው ይላል። انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافوا مؤمنون ብሎ ማለት ይላል الله سبحانه وتعالى የአላህ سبحانه وتعالى ቁርአን በእነሱ ላይ በሚቀባበት ሰዓት ልባቸው የሚፈራኑ ነው ያለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እኛ ያ ግን ይያለ አንዳንድ ሰዎች ጋር ምን መለከተው መሳለቅ መጫወት መቀለጃ አድርገውታል። ظهر اليوم من يسب الصحابه ايضا رضوان الله عليهم ባሁኑ ሰዓት ሰሃቦችንም የሚሳደብ ሰው ብቅ ብሎ አላሉ። الذي يسب الصحابه رضوان الله عليهم ሰሃቦችን የሚሳደብ ሰው ይላሉ ሰሃቦች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍራቸው ይደላቸውና فقطعنا في الله الله سبحانه وتعالى ميزلفه نوع وطعن في رسول الله عليه الصلاه والسلام يا الله ملتني من ذي مزلف عليه وطعن في الدين الاسلامي اسلمنا مزلف عليه وطعن في الصحابه صحابوتنا راضون مزلف طعن في الله لان الله رضي عنهم واختارهم اصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى مزلف يونهبت يلالو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى صلاتهم تقواهم ايمانهم ودولاتهم يا النبي صلى الله عليه وسلم سبع دربوچ انديونو مرقواچوا على وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليله وهم أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم مزال في ونبه مكنيات مكنياتهم من نزي صحابه يا نبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوش ناتو يا نبي وداجوش ناتو نبي دمو صلى الله عليه وسلم عند سو بقوادين يوتو منت بقوادين يوم نزل عينه بلوان وطعن في الدين الإسلامي اسلمنا ان مزلفوا صحابوچ مزلف لانهم لقلوا لنا الدين مكنياتهم ان الذين صحابوچ ناتشو كنبي صلى الله عليه وسلم ين الدين لنا يستلالفوا ياشغاغروا له واذا كان فيهم شيء معنى هذا ان نقل لنا الدين هذا نقل غير صحيح الناس لا تجري يلباچو كونه ين حديث ين الدين كنس بالناس بكل نو ترى انه رنيا يمطاونا يي زغبا كنس يمطاو زغبا تكل አይደለም ማለት وطعنهم في الصحابه صحابوتين راساتون الناسن ماقواش ما طلالات وعندنا من ينشر مقاطع عن امهات المؤمنين كان يازن ينريو مستوچن بتملكته فيديوچن يملقسوا الله ومقاطع عن الصحابه فيها سب واستهزاء وتكفير والقاب لابي بكر وعمر رضي الله عنهما انذيهم دمو يتلاقي فيديوچن اوديوچن يانن يملقوا سوتش قالوا አቡ በከር እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችንም ሰሃቦች እነሱን የሚሰድብ እነሱን በመጥፎ ስም በመጥፎ ዘልፍ ያለበት ስሞች በዚያ የሚጠራ ሆዲዎችና ቪዲዮዎችን የሚለቁ ሰዎች አሉ። ላቡድ አን ንተበህ ለሃذا الباب ይሄንን ድረስ በደም በዚህ ድረስ ላይ በጣም በደም ንቆሽ ለነሆን ይገባል ይላል። ላ ነልዓብ في الكتاب والسنه በቁርአንና በሐዲስ መጫወት የለብንም ይላል። እማ አን ነቅፍ عند حدود الله ወይ ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለነብዩ ያላህ ድጋፍ ላይ ልንቆም ይገባል። አው ላ ተተከለም አሊያ ደግሞ ዝም ነው ማለት ያለብን። ላ ተርስል ረሳኢል ምንም አይነት ሪሳላዎችን መላክ የለብን። ኢተቂላ فيما تسمع وتنقل እንደዚሁም በምትሰማውም ነገር እንደዚሁም ደግሞ ነሽር በምታረገውም ነገር ላይ
አላህ ልትፈራ ይገባል። ዝም ብለህ ያገኘውን በሙሉ ሼር ማድረግ ማለት የለብህም። እንደዚሁ ማሰራጨት የለብህም። አልሙስተህዘ ይክፍር ኩፍር አክበር። በዲን የሚያላግስ ሰው ይከፍራል፣ ከእስልምና ይወጣል። ኩፍር አክበርን ይከፍራል።